تفقد النهارده مع سيد وزير الآثار، وكان المفروض وزير السياحة يجي بس هو الحقيقة في مهمة في الخارج، ومعانا السيد محافظ الجيزة. اتفرجنا على قول أول الغيث قطرة، يعني احنا في أول نقطة ابتدت تتعمل في مشروع تطوير هضبة الأهرام كلها. احنا دلوقتي في مدخل زيارة الهرم اللي هو على طريق الفيوم. انت الأول كنت بتيجي من شارع الهرم تطلع على مينا هاوس على المطلع ده يتقفل، هيبقى المدخل من عند طريق الفيوم، هيبقى مدخل اساسي. هيبقى المدخل. انت هنا في مركز الزوار تخش تقطع التذاكر، العربيات فيها باركينج كبير قوي قوي بره، وبعدين بتاخد للمنطقه الاثريه اللي بقت متحوطه بسور جامد جدا، بتاخد لها كلها وسائل المواصلات اللي هي صديقه للبيله، الطفطف والحاجات اللي هي ملهاش عوادم، عربيات الكهرباء دي. بتزور حتى منطقه الترايد اللي بيركبوا فيها الكاريتا والجمل والحصان، هتبقى على اطراف المنطقه الاثريه، يعني مش هتلاقي جمل داخل لك عند باب الهرم، ما تلاقيش حد بقى بيشد لك السائح من 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 هدومه كده ويطفشه، كل ده يتظبط. فالمشروع كبير جدا، يعني هما قالوا لي هنا لو جيتي على نهايه شهر واحد هتلاقيه خلص، فانا هطبلهم نهايه شهر واحد ان شاء الله يكون خلص.